صباح الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وكويسين ويومكم كله تفاؤل كده ومحبة ان شاء الله. النهاردة جاي لكم بفيديو جديد. كنت انا نزلت فيديو امبارح. الفيديو ده يا جماعة اللي هو كان اسباب وقف النشر على القناة، وجالي كومنت عليه من باد بوي بيقول لي ايه اسهل برنامج مونتاج ممكن نبتدي بيه ويكون بيشتغل على الاجهزة الضعيفة. طبعا هو المفروض ان هو يقصد أجهزة الكمبيوتر الضعيفة، مش الموبايلات، لأن الموبايلات دلوقتي بقت بتنزل بإمكانيات رهيبة جدا وبسعر معقول يعني. فأنا قلت أعمل الفيديو ده عشان يستفاد، والناس برضو اللي بتدور على حاجة وبتواجه نفس المشكلة إن الجهاز الكمبيوتر عندها ضعيف وعايزة برنامج مونتاج سهل وبسيط وفيه كل الإمكانيات. أنا جايب لكم النهاردة إن شاء الله يا جماعة أفضل برنامج مونتاج ينفع للأجهزة الضعيفة وللأجهزة برضو الإمكانياتها كويسة، لأنه برنامج فعلا ممتاز جدا. أنا بشتغل عليه بقالي فترة وما زلت بحتاجه برضو في بعض الفيديوهات دلوقتي. طيب يلا بينا نبتدي الشرح. البرنامج هو ويندوز سيرف فورمورا. أنا كنت عملت فيديو عنه قبل كده بشرح فيه بعض الإمكانيات، وهشرح لكم برضو في الفيديو ده بعض الإمكانيات في البرنامج. البرنامج واجهته بسيطة جدا. هنا علامة الزائد دي بدوس عليها وبختار الفيديو اللي انا عايزه او اللي انا هشتغل عليه. تمام، احنا نختار فيديو مثلا سي كده، يعني نعمل تيست عليه. هسحب الفيديو كده. تمام، هنا جايب لي الواجهة دي، بختار 1920x1080. تمام، بيبتدي ينزل لي الفيديو هنا، ولو انا حركت الشريط ده كده بيبتدي ان هو الفيديو يظهر قدامي وابتدي ان انا اعدل عليه. طيب مبدئيا كده يا جماعه، البرنامج ده لازم يعني ما ينفع، يعني لازم بتنزله مهكر عشان يقدر ان هو يشتغل معاك وتقدر تحفظ الفيديوهات وتستفيد من كل المميزات اللي فيه. لانه انا يعني ممكن احط لك الرابط بتاع الموقع الرسمي وهيديك وقت معين كفري يعني تجرب فيه البرنامج، وبعد كده هيوقف لك البرنامج علشان تشتريه. طيب نعمل ايه؟ انا ان شاء الله هحط لكم تحت الفيديو ده في الديسكريبشن، هحط لكم رابط البرنامج مهكر وشغال معاك مدى الحياة، وهقول لكم شغلوه ازاي. بس مبدئيا كده قبل ما نبتدي الشرح، يا ريت اللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك ويعمل لي لايك ويكتب لي رايه في كومنت، ولو حد محتاج اي حاجه او محتاج ان انا اشرح له اي حاجه تحت امره في اي وقت. تمام، احنا بعد ما سحبنا يا جماعه هنا الفيديو. تمام، لو انا عايز اقص مثلا عايز اشيل الحته دي لحد ما يخش على الفيديو كده، هعمل ايه؟ هقوم جاي بكل بساطه على علامه المقص دي. تمام كده، فصل لي الجزء ده عن الجزء ده. طيب لو انا عايز ارجعها تاني هدوس كنترول زد من هدوس كنترول زد من الكيبورد، بيرجع لي الخطوه اللي انا عملتها دي زي ما كانت، اصبح واحد زي ما كان. طيب لو انا عايز مثلا اقص الحته دي واخد الجزء ده يعني اسرعه او ابطئه، تمام، باجي ادوس هنا على العلامة دي، وفي هنا سلو وهنا فاست وهنا نورمال. تمام، انا لو عايز اعمل سلو مثلا هاجي ادوس مثلا دي، هلاقيه الشريط كبر معايا وابتدى يتحرك ببطء شديد جدا زي ما انتم شايفين قدامكم كده على الشاشة. تمام، طب لو انا عايز ارجع هدوس برضو كنترول زد من الكيبورد، رجع معايا زي ما كان كده زي ما انتم شايفين يا جماعة. طيب هنا جايب لي فوق كده الاوديو، هنا البرنامج بينزل معاه بعض الميوزك ان انا اقدر استخدمها في فيديوهاتي. تمام، اقدر ان انا اسحب زي مثلا الميوزك دي يا جماعه احطها هنا كده واظبطها مع وقت الفيديو زي ما انا عايز، وابتدي ان انا اشغل من هنا كده بيبتدي يعني الموسيقى تشتغل مع الفيديو بتاعي واقدر استخدمها زي ما انا عايز. طيب لو جينا على التايتلز، هنا جايب لك بعض التايتلز يعني الافكتات بتاعت الكتابة تقدر تستخدمها زي ما انت عايز، واقدر برضو اضيفها ازاي، اسحبها كده في الحتة اللي انا عايزها على الفيديو بتاعي.
والترانزيشن يا جماعه اللي هو الخروج ما بين فيديو والتاني، هوريكم عملي قدامكم دلوقتي. سي مثلا هاخد الافكت ده بينزل لي هنا، وانا هجيب ده، هتلاقوا ترانزيشن حصل ما بين الفيديو ده والفيديو ده. لو انا حبيت مثلا انقلها في النص ما بينهم كده، هتيجوا تلاحظوا حاجه. الدنيا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المفروض ان هو عمل ترانزيشن بس هو يعني شفاف كده. طب احنا عايزين نجرب حاجه تانية، ممكن نجرب ده. الدنيا عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تمام، لحظه يا جماعه. سي مثلا هجرب ده. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تمام، هي الفكره كلها انه ده بيعمل تنقل ما بين مقاطع الفيديو اللي انت بتسجلها على يعني على اللاين بتاعك وانت بتشتغل وبتمنتج الفيديو. طيب بالنسبه للافكت، الافكت يا جماعه ممكن اقدر ان انا استخدمه في اكتر من حاجه. انا عندي هنا افكت اللي هو الاطار بتاع الكاميرا، هنا افكت الشمس والشعاع الشمس والكلام ده كله. اقدر استخدم الافكتات زي ما انا عايز وزي ما انا شايف الفيديو بتاعي محتاج ايه بالظبط. الاليمنت هنا دي بتبقى فيديوهات متحركه وستيكر وكده، وممكن اقدر ان انا استخدمهم في فيديوهاتي برضو، بتدي شكل حلو جدا للفيديو وبيبقى شكلها لطيف يعني. السبريت سكرين اقدر ان انا من خلال الاختيار ده ان انا اقسم الشاشه بتاعتي لجزئين وثلاثه. تمام، يعني انا هنا قسمت الشاشه بتاعتي لجزئين، عايز اقسمها لثلاثه، اقدر ان انا اقسمها لثلاثة، ما عنديش اي مشكلة اهو. فزي ما انا عايز، لو انا حابب او انا عايز اعمل الخطوة دي عندي على الفيديو بتاعي، اقدر ان انا اعملها بكل سلاسة، مفيش اي مشكلة. طيب في خطوة هنا، تمام، لو انا جيت دوست على المقطع الفيديو بتاعي هنا كليكين كده، هنا جايب لك color correction. لو انا شايف ان انا الاضاءة عندي في الفيديو بتاعي مش قد كده، اقدر ان انا اعدلها واقدر ان انا افتح او اغمق الفيديو. بالنسبه للموشن هنا يا جماعه، هنا جايب لي اختيارات كتير زي ما انتم شايفين كده، لما بوقف على كل واحد بالماوس بيجيب لي موشن معين اقدر ان انا استخدمه في اول الفيديو او انهي بيه الفيديو بتاعي. تمام، بالنسبه للفيديوهات هنا بيقول لك كروما كي، لو انت شغال على كروما يعني بيفصلك الكروما عن الشخص اللي قاعد بيتكلم، بحيث ان انت تقدر تحط اي خلفيه انت عايزها. طب بالنسبه لحته الكلر كوركشن، عشان انا ما شرحتهاش كويس دلوقتي، هاجي هنا على الفيديو بتاعي وادوس كليك يمين، وهاجي هنا على الكلر كوركشن. تمام، واجي هنا عند بيرسيت واشوف يا جماعه هنا الاضاءه اللي انا عايزها او اللي هتناسبني في الفيديو بتاعي وهتخلي شكل الفيديو بتاعي كويس كده وواضح وشكله كويس، اقدر ان انا استخدمها من هنا. جاي هنا جايب لي اختيارات كتير جدا. طيب هقول لكم برضو على اختيارات تاني هنا. الادجاست اوديو، ادجاست اوديو بتخليك تتحكم في الصوت. هاجي ادوس هنا، هنا لو انا عايز اعلي او اوطي الصوت بتاعي. تمام، هنا الفيد ان والفيد اوت. ايه الفيد ان والفيد اوت؟ الفيد ان يا جماعه ان انا لو انا عايز الموسيقى بتاعتي سي مثلا تطلع بصوت واطي وتبتدي ان هي تعلى تدريجيا، والفيد اوت عايزها مثلا تفضل عاليه زي ما هي وتنتهي بالفيديو بالنسبه للموسيقى او مقطع الصوت اللي في قلب الفيديو، ولا عايزها مثلا تبقى عاليه زي ما هي وتبتدي ان هي تنخفض مع نهايه الفيديو بتاعي. طيب في حاجه مهمه جدا واختيار مهم جدا، هو ريموف باك جراوند نويز. هنا الاختيار ده بيشيل اي نويز واي يعني صوت مزعج في قلب الفيديو، بيبقى فيه بعض الزنة مثلا، بيبقى فيه بعض الوش كده في الصوت. الاختيار ده بيشيل اي نويز في الصوت اللي في الفيديو بتاعك. فانا بحدد هنا وبدي ان انا اشوف بقى الاختيار ويك ميد سترونج، بختار الاختيار اللي على مزاجي واللي انا شايفه الصوت هيبقى واضح فيه اكتر للمشاهد، وابتدي ان انا اعدل من هنا، وابتدي ان انا اقول له اوكي، وابتدي ان انا اسمع كده، بلاقي الدنيا معايا ظبطت الى حد ما. بس نصيحه لاي حد بيعمل فيديوهات، اهم حاجه كواليتي الصوت، لازم تكون
يعني مهتم بجودة الصوت والتصوير. لو انت بتعمل سكرين ريكورد للشاشة زي ما انا عامل كده، وفي ان انا اشرح حاجة لحد او هي دي الفيديوهات بتاعتي، طبعا بتبقى بجودة عالية، اقل شيء 1080 اللي هي HD. وابتدي ان انا اهتم بالصوت بحيث اللي قاعد بيتفرج سامع الصوت كويس، مفهوش زنة مفهوش وش، قادر ان هو يستفيد وسامع كل جملة انت بتقولها. تمام، ده البرنامج تبعنا. وانا عايز احفظ بقى الفيديو بتاعي، بدوس هنا على اكسبورت، وابتدي ان انا ببقى معلم هنا من اول حاجة هنا اللوكال، واجي تاني واحدة اللي هي MP4، وابتدي هنا اشوف لو انا عايز احفظ الفيديو بتاعي في حتة معينة غير الديسكتوب، بيبتدي ان هو يجيبها لي. يعني السيتنج انا هنا عامله الريزوليوشن 1080 الف تسع سوري 1920 في 1080. طبعا ده على حسب كل واحد هنا. للأسف يعني البرنامج مش بيدعم ال 4K، فمش بيحفظ الفيديوهات 4K، وبيحفظها بصيغ معينة كده. فأنا للأسف مش يعني دي أسوأ حاجة في البرنامج، بس دي أنا ممكن أتغاضى عنها. يعني 1920 في 1080 ممتازة جدا، وأنتوا بتشوفوا الكواليتي بتاع الفيديوهات عندي عامل إزاي. أنا في أكتر من فيديو أنا عامله من خلال البرنامج وبرندره على البرنامج هنا بصراحة. يعني الصورة بتاعتهم واضحة وبرنامج ممتاز جدا بصراحة. وبختار هنا الكواليتي بتاعي اللي انا عايزه ريزوليوشن، وادوس هنا اوكي. تمام، وابتدي ان انا اقول له هنا اكسبورت، بيبتدي ان هو يعد هنا بيعد لي في المية، وهنا الوقت بتاع الفيديو بتاعي. تمام، واستنى لحد ما يخلص، وبعد كده بقفل كل الشاشات دي، وبروح الاقي الفيديو بتاعي لو انا مسجله على الديسكتوب بلاقيه هنا، وابتدي ان انا ارفعه بقى على اليوتيوب، ارفعه على الفيسبوك، اي منصة انا عايز ارفع عليها الفيديو بتاعي. بس يا جماعة ده كان افضل برنامج للاجهزة الضعيفة. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا النهاردة، واتمنى اكون قدمت لكم المعلومة ببساطة، و يعني اتمنى ان اللي اتفرج عليا يكون فهم وعارف يستخدم البرنامج ازاي. انا هنا طبعا يعني مش بشرح شرح كامل انا عايز اعمل ايه، بس انا بقول لكم البدايات. وكل واحد بقى عايز يشتغل على البرنامج يبدع ويجيب افكار ويجيب صور ومقاطع صوتية، وفي ان هو يقطع ويشتغل. البرنامج سهل جدا، مفهوش اي مشكلة، سهل للمبتدئين، وبرنامج ممتاز جدا للاجهزة الضعيفة، تقدروا تشتغلوا عليه. اقل شيء بيشتغل على البرنامج ده هو 4 جيجا رام، اقل من كده يعني عشان مبقاش كداب مش هيشتغل معاك، ولو فتح هيبقى بطيء جدا جدا جدا. فأقل شيء يشتغل على البرنامج ده هو 4 جيجا رام، مش أقل من كده، يعني 4 جيجا أو 8 جيجا رام. أنا الكمبيوتر بتاعي 8 جيجا رام، فشغال بسلاسة يعني زي ما انتم شايفين كده، والبروسيسور بتاعي عالي. ف يعني حاولوا على قد ما تقدروا انه لو في إمكانية تزودوا الرامات شوية، لكن 4 جيجا رام يشتغل تمام، يعني لحد ما يشتغل معاك ويظبط معاك الدنيا لحد ما ربنا يكرم، وتقدر انت تزود الرامات عندك او تحدث الكمبيوتر بتاعك. وده كان شرح النهاردة يا جماعة، اتمنى ان انا اكون قدمت معلومة مفيدة، وياريت يعني تدعموني بلايك وشير عشان كل الناس اللي بتدور على الفيديو ده او بتسأل على افضل برنامج مونتاج الاجهزة الضعيفة تلاقي الفيديو بتاعي ده، وانشروه على اوسع نطاق. واللي مش مشترك في القناة بقى ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلوا فيديوهاتنا اول باول. شكرا ليكم، وانتظرونا فيديوهات تانية.